الاسباب بقى اللي حضرتك ذكرت، بعض الاسباب اللي ممكن تؤدي لفقدان الشم والتذوق نهائيا دي يا دكتور، منها التهاب الغشاء المخاطي حضرتك، وهل في اسباب اخرى في تانية اسباب يا عصب دكتور؟ الشم في الاول وفي الاخر هو العصب عصب رقم الشم واحد، بيحصل له ايه هو المشكلة اللي العصب بتحصل رقم له؟ واحد في الاعصاب الوجه كلها، او في الاعصاب اللي بنسميها الكرينيو نيرفس يعني، او اعصاب الجمجمه كلها، هو العصب رقم واحد فيهم. هو عصب قصير جدا جدا، في جزء منه في قاع الجمجمه من ناحيه الانف، وجزء منه المقابل في داخل الجمجمه، وهو عصب قصير جدا وبيخش على طول على الخلايا الحسيه. حقيقه ان من الاسباب اللي طول عمرنا قبل كوفيد 19 او قبل الكورونا بنتكلم عنها، زي ان المريض ياخد خبطه جديده في الراس تعمل قطع في عصب الشم او تاثير في عصب الشم هنا، التهابات الفيروسيه، وكنا بنربطها دايما بفيروس الانفلونزا الحقيقه، لان فيروس الانفلونزا كان بيعمل فقدان مفاجئ في عصب الشم بنفس الطريقه. ولكن هي الفكره كان بيعمل لكام في الميه، زي ما بقول لحضرتك احنا اما كنا نشوف مريض كل 3 شهور كل 6 شهور متوقع مع صح دور نسبة انفلونزا، بسيطة لكن لما يبقى يوميا ده بقى عدد طبعا. كبير من الحالات ده شور بقى بسبب الكوفيد 19. أكيد فالالتهابات الفيروسيه معروفه ان هي بتعمل ضعف في عصب الشم. في الحقيقه اسباب مناعيه، في كمان غير الخبطات والحوادث والالتهابات أيوه الفيروسيه اسباب مناعيه، في بعض الاسباب المتعلقه ببعض مناعية، الجراحات. أمراض مناعية بمعنى يا دكتور أمراض مناعية، وإيه هي الأمراض المناعية زي إيه؟ ده بنسميه ضعف اولي في عصب الشم. الحقيقه برضو في بعض الاحوال ما بنقدرش نوصل لسبب محدد، ولكن بعض الادويه زي الكورتيزونات بتساعد معانا وبيحصل استجابه للمرضى. الحقيقه ما كناش بنشوف مرضى كتير بيحصل لهم ضعف في عصب الشم نتيجه للالتهابات تحديدا فيروس الانفلونزا، ويستمر معاهم الموضوع. كان الموضوع بيبقى الحقيقه الريكفري بتاعه سريع بس جدا سريع جدا وبترجع مره تانية ما وعالي فيهاش جدا، مشكله وزي طبعا. ما قلت لحضرتك ما كانش فريكونت خالص، يعني كان طبيعي جدا ان اي حد يجي له برد. طب انا مش شامم كويس، لكن صفر شم ما كانتش بتحصل غير مع فيروس الانفلونزا، وزي ما قلت لحضرتك كان بيستمر ايام وبيتحسن غالبا 100%. السبب الشائع جدا بقى اللي بنشوفه، ولكن ده ما بيبقاش حاد، ما بيبقاش فجاه سواء مع اعراض تانية او لا، اللي هو مشاكل حساسيه الجيوب الانفيه المرتبطه بلحميات الجيوب الانفيه. طبعا اللحميات دي بتقفل بشكل واضح على عصب الشم، و فبالتالي المريض بيحس ان مش عارف يشم ولا المريض يتذوق الاكل غالبا بيفقد حاسه الشم الاول بالتدريج على مدار شهور نقدر نقول، وبعدين يبدأ بعد كده يأثر على التنفس، لأن هي اللحميات دي عادة بتطلع في المنطقة القريبة من عصب الشم فبتقفل مجرى عصب الشم أو مجرى حاسة الشم. الحقيقة المريض ده عادة بيجي يشتكي إنه بقاله شهور حاسة الشم ضعيفة، وبعدين بعد كده بدأ كمان الهواء ما يتخرجش، ما يتنفسش كويس، لأن اللحميات صعوبة في حجمها كبر التنفس طبعا، بالظبط. تضخم اللحميات ودايما أكيد. بنقول للمريض ده لا انت مريضي بقى، انت بتاعي ان شاء الله، اوعدك ان الدنيا تتحسن، لان بمجرد اخذ علاج وبعدين اجراء هترجع عمليه مرة تانية الشم بالنسبة لي يا دكتور، صحيح مجرد علاج صحيح السبب. العلاج، واذا احتاجنا بعد كده اجراء جراحه بالمنظار ان بتهيألي احنا نشيل دي اللحميات حاجة دي. يعني، يعني الحالات دي بيبقى ليها حل يعني برافو عليك، بالظبط، عشان يعني كده ما بقول فيهاش لحضرتك قلق بقول له انت مريضي، يعني بالظبط، انت بتاعي انا هقدر اساعدك غير اكتر. اللي اتكلمنا عنه في البداية. بنكتب لهم علاج وفي نسبه بتتحسن، وزي ما قلت لحضرتك بروتوكولات العلاج واعده، بالظبط ولكن بالظبط. ما بنبقاش ماسكين في ايدينا، ما اقدرش اوعد المريض. المريض بتاع لحميات الانف المتعدده انا بدخله العمليات مع وعد ان شاء الله بعد العمليه هتنفس كويس، ان شاء الله تشم كويس. ولكن مريض الكورونا انا بكتب له روشته وبعمل معاه الكاونسلنج ده، بوضح له النقط زي ما بقول لحضرتك كده، ان احنا اكشولي ما عنديش وعود، ما عنديش نسب اقدر اديها لك واضحه وصريحه، خصوصا مريض البرازمي، المريض اللي عنده خلل في الشم مش بس فقدان في الشم. طب والامراض المناعيه اللي بيعانوا من امراض مناعيه دكتور، دي ليها علاج او ليها نقدر نتغلب على مشكله فقدان الشم والتذوق بالنسبه غالبا لامراض غالبا المناعه؟ غالبا لو حاجه مناعيه مفاجاه مفاجاه والمريض مفاجاه والمريض استجاب للكورتيزون بيتحسن جدا جدا والامور بتمشي كويسه خالص. فزي ما قلنا دول بنسميهم برايمري، يعني الاسباب او فقدان الشم الاولي. ثانوي يعني احنا عارفين بسبب ايه، زي ما قلت لحضرتك زي الاحميات زي التهاب فيروسي. لكن ساعات مريض يجي يقول انا نمت وصحيت ما بشمش. الكلام ده من قبل الكوفيد 19 ما كانش فريكونت، ما كانش كتير. بالظبط. مع الكورونا او الكوفيد 19 بقى بدأ نشوفها يبقى كتير، منتشر جدا جدا، لكن هو مرتبط بالفيروس نفسه الحقيقه. طب فقدان السمع يا دكتور، فقدان السمع بيبقى ليه اسباب مختلفه، ايه هي اسباب فقدان السمع يا دكتور؟ احنا بنسمع عن طريق مراحل. الاول حضرتك بتكلميني فالصوت يمشي في الهواء
صوان الاذن الخارجيه يجمعوا يدخلوا عن طريق قناه الاذن الخارجيه لطبله الاذن، يعمل عليها زي ما بخبط على الباب بالظبط، وبعدين عظيمات الاذن الوسطى تاخد الصوت ده تكبره وتدخله على غشاء تاني يحرك سائل جوه الاذن الداخليه، يحرك الياف عصبيه او حاجه جوه العصب السمعي تتحرك تدي زي اشاره كهرباء، تمشي اشاره الكهرباء دي في العصب السمعي تخش على جذع المخ، من جذع المخ تخش على مراكز تمييز الكلام. بالستبس دي، بالمراحل دي. ففي الاخر حضرتك الصوت طلع من حضرتك، عشان افهمه ان حضرتك بتساليني عن ايه او بتقولي لي ايه لازم يعدي بكل المراحل دي. طيب اي مرحله في كل المراحل دي هيحصل فيها خلل انا مش هسمع حضرتك. من اول ان ممكن حد يحط ازاز عازل للصوت بيني وبين حضرتك. اكشولي حضرتك اتكلمتي وانا عندي جهاز السمع كله شغال، ولكن الصوت ما وصلش عن طريق الهواء. تمام؟ يبقى في خلل في الاجزاء دي اللي حضرتك ذكرتها يا دكتور. بالظبط يا فندم. فنبدا بالخلل الاول، لو اعتبرنا ان مفيش حاجز بيني وبين حضرتك وانت بتكلميني. أيوة. الخلل ممكن يكون ما يعرف بضعف السمع التوصيلي. يعني الصوت مش واصل للعصب. زي ان في مشكله في صوان الاذن من بره، مشكله في قناه الاذن الخارجيه. دي بتحصل بسبب ايه يا دكتور؟ يعني بشكل كتير من اول الشمع، السبب المشهور قوي قوي كلنا ان الشمع. كلنا نقول انا رحت المصيف، نزلت البحر، خرجت ودني مكتومه شويه. طبعا ما بتمنعش السمع، لكن المريض هو دخول الميه في الـ في الـ في الاذن يعني بيبقى الواحد حاجه كان في حاجه في الاذن مش مرتاح كده. طبعا طبعا. خصوصا لو في شمع كتير والميه قفلت السمع، بيدي فقدان في السمع من 20 ل 40%، اقصى حاجه ده لو الشمع صلب جدا، ولكن بحس ان انا متضايق، انا مش سامع بطبيعتي. ده ابسط الاسباب. في اسباب تانية زي بعض امراض الاذن اللي بتعمل مشاكل زي فطريات الاذن او عش الغراب او كده، دي برضو بسبب دخول الميه والعرق، وهي عدوى فطريه في الاول وفي الاخر. دي بسببها ايه؟ يعني عدم النظافه يا دكتور، عدوى ولا فطريه؟ عدم الاهتمام بالنظافه. خدت العدوى، هرشت في وداني، نزلت بسين برضو فيه فطر، نشفت في فوطه حد عنده العدوى دي، وهكذا. فعشان كده دايما منبه ما تستخدمش في وسط حد، ما تحاولش تحك في ودنك او تهرشها، حافظ على ودانك من الميه، خصوصا لو في اماكن عامه، لو بتنزل بول ولا حاجه يفضل تحط سداده اذن وهكذا. سداده وحتى البحر طبعا يعني. صحيح. صحيح. طبعا دي الاسباب بس البسيطه. بس في كمان يا دكتور، في ناس عندهم عادات بقى ان هم يمسكوا بقى الودانات وكده. الودانات طبعا، وينظفوا الودان، يعني في طريقه معينه لتنظيف الودان عشان ما ناذيش الاذن من جوه، او ما ندخلش الجرس الفطريه او باي حاجه. السؤال ده قصه حياتي، ان انا بتسال ازاي استخدم دي، فبقول له حضرتك بس بص على العلبه مكتوب عليها ايه، فيلاقي مكتوب على العلبه دونت انسيرت ان ذا اير كانال، ما تحطهاش جوه ودنك. يعني هي في الاساس، لكن هي الحقيقه تصميمها مغري جدا. الناس بتقعد وتعمل جامد، هو مكتبين على العلبه والله ما تحطهاش جوه ودنك وتتنضف كل ده غلط. السوابس دي معموله بس لصوان الاذن، عشان اللفائف اللي فيه اقدر انضف من بره، لكن ما تحطش حاجه جوه ودنك خالص. ربنا عامل نظام طرد للشمع. الشمع بيتحرك في حركه سبايرال كده لبره. ايوه. اي حاجه بحطها جوه ودني للتنظيف، ايه اللي بعمله؟ بعملها كده، بدخل حاجات جوه عكس الاتجاه الطبيعي. أيوة. فطبعا بيتراكم الشمع طول ما هو في التلت الخارجي من قناه الاذن الخارجيه، النظام ده بيشتغل ويقدر يطرد بسرعه. لكن اما دخلها ربنا خلقه كده طبعا. بالظبط. بيحصل تراكم. وبرده بتبقى اجابتي دايما، حضرتك لو عندك قطه في البيت شوفها بتحط حاجه جوه ودنها ولا لا. فاحنا مخلوقين، ربنا عامل لنا الطريقه. لو حصل خلل في النظام ده، زي ممكن يحصل خلل في اي حاجه، بمنتهى البساطه بتراجع الدكتور بتاعك، هو بالزبط. بيعمل تنظيف للشمع بشكل طبي وخلاص. بس وهل بنبقى دايما نروح نعمل تنظيف للشمع من وقت لاخر يا دكتور؟ لا، ولا مش فريكونت، لان زي ما قلت لحضرتك الطبيعي ان الشمع يطرد لوحده. موجود. طبعا. لكن لو حصل خلل في النظام ده وحصل تراكم، الدكتور بتاعك هيقدر يساعدك ان هو ينظفه لك. والتراكم ده بيبقى واضح يعني في الاذن، ان الواحد يعني في حاجه طبعاً. مختلفه، الشمع بيزيد فيحس. المريض بيحس. بالظبط. المريض بيحس ان هو عنده ودنه مقفوله شويه، ساعات بيحس انها ملزقه شويه في بعضها، الدكتور بمنتهى البساطه بيفحصه وبيقدر ينظفها له. هو زي ما قلت لحضرتك، هي الحركه دي عامله زي سير الشنط بتاع المطار. طول ما السير ماشي الشنطه بتتحرك وبتوصل. طيب لو السير وقف، الشنط بتيجي بتيجي بتيجي، بيحصل تراكم على السير. فطبعا ده بيتقل على السير زياده. ده نفس اللي بيحصل لما بيحصل تراكم، بيبقى من الصعوبه بمكان ان الودن تقدر تطرد شمعه. طبعا سواء شمعه او سواء فطريات، دي ابسط الاسباب. والحقيقه أو ممكن الاطفال يدخلوا حاجه في ودانهم يا دكتور، يلعبوا الاجسام الغريبه. الاجسام الغريبه من ضمن الاسباب الشائعه جدا، خصوصا عند الاطفال زي ما حضرتك اشرتي. وبرده كل الحاجات دي، بيجي المريض يقول لي انا مش سامع بقالي اسبوع، بقالي اسبوعين،
فاقلق وبعدين اول ما ابص في ودنه الاقي شمع، الاقي فطريات، الاقي جسم غريب، يو ار لاكي، حظك كويس لان مشكلتك هتتحل دلوقتي. بتسبب بس دلوقتي تسمع دلوقتي بالظبط يعني بتسبب بس ان هو مش سامع، ولا كمان ممكن تسبب طنين. الام في ممكن الاذن؟ طنين، لو في التهابات هيصاحبها الام، لو فيها فطريات هيصاحبها كمان رغبه في الحك او الهرش في الودن بشكل واضح. الكلام ده ممكن يتطور كمان مع التهابات بكتيريه، لوجود خراج في الاذن او ما شابه، بقى مؤلم جدا الحقيقه. طبعا. ولكن لو بنتكلم على ضعف السمع بس، دي اسباب البسيطه خالص زي ما قلت لحضرتك، شمع، فطريات، وجود انسداد خلقي في قناه الاذن الخارجيه، وجود اجسام غريبه في قناه الاذن الخارجيه، ودي بيتم علاجها يعني سهل علاجها، مش مشكله. والسمع حاجة بيرجع لطبيعته مره ثانيه، المريض هيخرج من العياده بيسمع، لان الحاجه اللي قافله ودنك قافله ودنك اتنضفت سيمبلي. اما نخش على مستوى الاذن الوسطى وعلى مستوى طبله الودن، في مشاكل ثانيه كتير الحقيقه. من اول اكثر الاسباب شيوعا لضعف السمع التوصيلي عند الاطفال، اللي هو ارتشاح الاذن الوسطى. ارتشاح الاذن الوسطى. الفكره ببساطه يعني ايه ارتشاح يا دكتور؟ الفكره ببساطه ان طبله الودن عامله زي الطبله اللي بنعمل عليها بيركشن. ليه الطبله صوتها بيرن؟ عشان وراها هواء. طب لو انا جبت الهواء ده وحطيت مكانه ميه، الميه بتدخل ازاي؟ تدخل الميه؟ هي مش بتدخل، هي بتتكون. نزلات البرد بقى والحاجات دي يا دكتور؟ نزلات البرد المتكرره، التهابات المتكرره، مشاكل تضخم لحميه البرعوم الانفي عند الاطفال، من اكثر الاسباب شيوعا الحقيقه. علاوه طبعا في كبار السن شويه بنقلق بعد الشر من مشاكل ان بعض الاورام خصوصا لو ناحيه واحده. يعني دايما نقول للمريض وبنعلم الدكاتره الصغيرين، اما تلاقي مريض عنده ضعف في السمع التوصيلي، كشفت عليه لقيت عنده ارتشاح خلف الطبله، عملت له قياس سمع وضغط اذن لقيت عنده ارتشاح في ناحيه واحده، اول حاجه تفكر فيها لازم تفحص المريض ده بالمنظار في منطقه البرعوم الانفي عشان تطمن انه ما عندوش ورم في المنطقه دي. لان الحقيقه ده سبب مهم جدا. وساعات بكل اسف بامست ساعات بنفقد السبب ده بسبب ان احنا مش واعيين له. فدايما بننبه الدكاتره الصغيرين كمان للكلام ده بالذات، مهم خالص. طيب والاسباب الثانيه بقى يا دكتور؟ دي كنا بنتكلم عن المراحل ده ضعف السمع التوصيلي بالظبط. من ضمن الاسباب الهامه كمان لضعف السمع التوصيلي ما يعرف بتيبس عظمه الركاب، وده مرض الحقيقه وراثي بيجي اكتر برضه للستات، هم دايما مش محظوظين شويه معانا في القصه دي. عاده بيجي في السن الصغير من اول 17 18 سنه، وبيزيد عاده مع الحمل والرضاعه. و ليه يا دكتور بيزيد مع الحمل والرضاعه؟ اسباب هرمونيه. اسباب هرمونيه ليها علاقه بالهرمونات بالظبط. يبدا يزيد لحد ما بيوصل عاده في سن العشرينات او الثلاثينات، لانه يبدا ياثر بقى على نوعيه الحياه المريض او كواليتي اوف لايف. المريض اللي بيوصل لسن مناسب، ولو سيده بنفضل انها تكون خلصت مراحل حملها ورضعتها، ونبدا نتدخل جراحيا. المريض بيتحسن جدا جدا مع جراحه، ومن الجراحات الممتازه الحقيقه اللي بتجيب نتائج ممتازه اللي هي جراحه استبدال عظمه الركاب. بعض المرضى بكل اسف دي بتبقى تدخل جراحي يا دكتور؟ جراحي طبعا، تدخل جراحي دقيق. بعض المرضى ما بيستجيبوش لفكره الجراحه، فبيبقى البديل ان هو بيلبس سماعه. اسباب تانية كتير الحقيقه غير تيبس عظمه الركاب، زي ما يعرف بالتصاقات الاذن الوسطى. بعض المرضى نتيجه للالتهابات المتكرره، نتيجه لوجود ارتشاح زي ما كنا بنتكلم وما تعالجش المريض اهمله، ممكن يخش في مشاكل التصاقات ورا الطبله. ودي بيبقى المريض لو ما اتحسنش مع الجراحه برضه وبيسبب الام يا دكتور اكيد ارتشاح الاذن الوسطى. الحاجات دي كلها بكل اسف بيلس، الحاجات دي كلها ملهاش اعراض غير فقدان السمع وطنين الاذن. مفيش اي الم. المريض اللي بياخد الموضوع ده ببساطه ومفيش وجع يجي له يجري. أيوة ساعات حالته بتتاخر. عشان كده ده دورنا الحقيقه في الميديا مع حضرتك ان احنا نوضح. اما ابنك يقول لك انا مش سامع كويس، او تلاقيه بيعلي التلفزيون شويه، او تلاقيه بيعلي صوت الراديو شويه، بيتكلم معاك اما تناديله من اوضه تانية ما يسمعكش خالص، اما يبقى قريب يسمعك شويه يقول ها كتير، خلي بالك ومن فضلك خد الدكتور بسرعه. لان التشخيص المبكر في الحالات دي بيفرق جدا جدا في جدول العلاج وفي نتائجه كمان. بلس نقطه مهمه جدا، ان الاطفال هم سن استيعاب ونمو ذهني. فانا النهارده اما يبقى عندي طفل النمو الذهني بالنسبه للاطفال، اما يبقى عندي طفل بيسمع ب 50 60% من طاقته الطبيعيه، طبعا هيقعد في الكلاس بتاعه مره هيقول المدرس بتاعه علي صوتك، ومره تانية هيسكت. هيبدا المعلومات اللي هتوصله هتبقى نص المعلومات اللي واصله لزميله اللي جنبه، فطبيعي ان النمو الذهني وتحصيله الدراسي هيتاثر بشكل واضح. فاحنا بنزيد يعني اطفالنا لو اتاخرنا في علاج ده طبعا. يعني في امراض معينه يا دكتور ممكن ان هي يتم علاج فقدان، مش فقدان يعني علاج ان السمع يرجع مره تانية عن طريق التدخل الجراحي، والتدخل الجراحي ده بيكون نسبه شفائه يعني تبقى نسبه كبيره وبيرجع السمع مره تانية طبيعي يا دكتور؟ سؤال هايل.
زي ما حضرتك بتقولي، في امراض انا هتدخل فيها جراحيا عشان اصلح المشكله، وفي امراض هتدخل فيها جراحيا عشان خاطر اعمل بديل للمشكله، وده اللي هياخدنا لفكره القوقعه او القوقعة. زراعه القوقعه. مريض ارتشاح الاذن الوسطى، بلاش مريض اللي عنده شمع في ودانه، ما انا اتدخلت بشكل او باخر خلاص، نظفت حاجة له الشمع، تدخل بسيط بالظبط مريض عنده وخلاص فطريات في ودانه بالظبط. اتدخلت شفطت له الفطريات وخد علاج اتحسن. مريض ارتشاح الاذن الوسطى اديت له علاج ما اتحسنش، بعمل له ما يعرف بعمليه تركيب انابيب التهويه، المريض بيسمع كويس خالص، اوكي مشكله واتحلت. طيب مريض تيبس عظمه الركاب زي ما كنت بقول لحضرتك، دخل ركب عظمه ركاب بديله اتحسن مشكلته اتحلت، وده مريض ما عندوش مشكله. طيب لو اي مريض في اي مرحله عنده ضعف في السمع التوصيلي او ضعف في عصب الودن، ضعف السمع التوصيلي حلناه جراحيا فتحسن المريض خلاص، ما فيش مشكلة. او ما قدرناش نتدخل جراحيا لاي سبب، مريض رافض عنده مشاكل في المناعه، عنده مشاكل في سيوله الدم، عنده مشاكل تمنع التخدير او الجراحه نفسها، في الحاله دي بنقدر يلبس سماعه كبديل. طيب مريض ضعف العصب بقى، هو ده المرحله الثالثه والاخيره اللي كنت بقول طيب لحضرتك قبل ما عليها. ندخل